مساجد صنعاء من المعالم الهامة في المدينة، والتي تربو على 100 مسجد، أكبرها وأشهرها على الإطلاق الجامع الكبير، الذي كان حتى وقت قريب يمثل جامعة ومركزا للعلم والثقافة. هذه مكتبة الجامع الكبير، تحتوي على العديد من الكتب والمخطوطات النادرة على مستوى العالم الإسلامي. هذا مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، وشارك معه سلمان الفارسي وزيد بن ثابت، والورق من جلد الغزاء، ونوعية الخط كوفي، كما يوجد به دم عيال عبيد الله بن عباس عامل علي بن أبي طالب الذي كان متواجدا في اليمن، الذي قتلهم بسر بن أرضة، مما أدى إلى نزيف الدم في هذا المصحف. هذا المصحف الشريف من وقف عبد الله بن يحيى بن الحسين بن المهدي المتوفي سنة 1150، الناسخ علي بن عبد الله الشعبي، تاريخ النسخ 1119، وتعتبر هذه المصحف مرجع للقراءات السبعية. هذا المصحف الشريف من وقف العباس ابن أمير المؤمنين المنصور بالله الحسين ابن أمير المؤمنين، تاريخه يرجع إلى سنة 1174 للهجرة، وتعتبر يعني التاريخ جميعا مؤرخة بالتاريخ الهجري. إن هذا المصحف الشريف مكتوب بماء الذهب، كما أنه منقوش بماء الذهب كذلك. تاريخه غير معروف. هذا كتاب برهان البرهاء في الجبر والحساب والخطابة والأقدار والفرائض، تأليف الشيخ الإمام العلامة برهان الدين ابن إبراهيم ابن عمر البجلي، ويحتوي هذا الكتاب على 5 كتب، والعمود الثاني الأحمر كتاب آخر، والثالث كتاب آخر، والرابع، وأفقيا يعتبر كتاب. هذا يعتبر ربع مصحف من وقف حيدر باشا من أحد الأتراك. بني هذا الجامع في العام 8 للهجرة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأمر منه، والذي قضى كما يقول المؤرخون على أن يتم بناء المسجد في حديقة الحكام الفرس. حدوده الغربية تصل إلى هذه الصخرة الكبيرة، والتي لا تزال موجودة في مكانها إلى اليوم، وقد انخفضت مترا عن سطح الأرض نتيجة لعوامل الزمن.